تكون الزيارات الميدانية للأرض مليئة بالحقائق أكثر من تلك المنقولة، خاصة من الأماكن التي أنهكتها الحرب والحصار كمدينة تعز. أخيراً، المنظمة العالمية يونيسف تحضر عبر ممثلها جوليان هارنس للإطلاع على الوضع الإنساني والآثار اللاحقة بكافة فئات المجتمع جراء القصف العنيف والمتواصل من ميليشيا الحوثي والمخلوع. لا يحتاج جوليان لشرح أو ترجمة حتى لإدراك حجم الدمار المحاصر للمدينة، بل كل ما يحتاجه فقط التجول ولو وحيداً لرؤية مقدار الخراب فيها. بعد التجول، زار هارنس عدداً من المدارس التي حلت نيابة عن تلك المدارس المدمرة من قصف الميليشيا. تفاجأ بالطلاب الدارسين هنا وإصرارهم العجيب على التعليم حتى بظل هذه الظروف، ولم يكن باستطاعته إلا تهنئتهم للاستمرار بمواصلة تعليمهم. أما الطالبات فحرصنا على إيصال رسائلهن للعالم ممثلاً بمنظمة اليونيسف. تعز المدينة المنهكة المحاصرة منذ شهور طويلة. يقول هانس إنه جاء إليها هذه المرة لتنفيذ خطط لإغاثتها بالمياه وإعادة طلابها إلى مدارسهم. أتيت اليوم من أجل الحديث عن إيصال الغذاء والمياه وإعادة التعليم حتى نستطيع تقديم المساعدة بشكل أكبر، ونحن مسبقا قد استطعنا تقديم شحنات المياه ولكن نبحث عن إمكانية تحسين مداها. نريد أن نرفع من كمية الأدوية المتوفرة للأطفال ونعيد الطلاب إلى المدارس بعد توقفها. دور المنظمات العالمية يجب أن ينشط أكثر في اليمن، يقول حقوقيون، فالمناشدات والنداءات تزداد كل يوم، خاصة من المناطق الأكثر تضرراً من الحرب والتي يعاني فيها المواطن من الجوع والحصار اليومي.